مرحبا، اليوم رح نحضر البسبوسة بجوز الهند. أول شي بدي غسل إيدي ونبلش نحضرها. أهم شي أنه نحن ننظف إيدينا دايما نحن وعم نشتغل، حتى بنفس الوصفة ننظف إيدينا عدة مرات كرمال قصة النظافة والجراثيم. هلا أول شي رح أعمله رح أخلط المكونات السائلة مع بعضها، اللي هني كوب ونص من اللبن، 3/4 كوب من الزيت النباتي، ورح ضيف كوب من السكر وقلب. رح نضيف كوب ونص من السميد الناعم أو طحين الفرخة منقله، كوب من جوز الهند، وكوب من الطحين. هون عندي ملعقة صغيرة من البيكنج باودر ونصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا أو الكربونة. هلأ الصينية رح أدهنها بطحينة، وهلأ حناخدها على فرن حامير رف بالوسط على 180 النار بس من تحت لمدة نص ساعة. هلأ عم حضر القطر اللي بدي سقي فيه البسبوسة، هو عبارة عن كباية ونص مي كباية ونص سكر، وعندي هون 4 حبات هيل حضيفة عليهم، اتركهم يغلوا شي 5 دقايق. سمعين الصوت؟ هلأ بس تبرد رح على الآخر بقطعها وبقدمها. ترى وطا ليكو 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 بتفرفي، انتبهوا. خلوني غسل إيدي. مثل ما منقلكن على مدار السنة ومش بس برمضان، صحتكن وصحة عيلتكن هي أهم شيء. تطهير وتعقيم الإيدين باستمرار أمر كتير مهم. استعملوا ديتول لأنه بيقضي على أكبر عدد من الجراثيم. أهم شيء بالدنيا صحتكن. هيك منكون قدمنا وصفة البسبوسة بجوز الهند، إن شاء الله تحبوها.